الكريم. 500 شخص من بينهم 80 سيدة. عدد المشاركين في المسابقة المؤهلة للمسابقة الدولية للقرآن الكريم نسخة العام الهجري 1445. وسيتبارى هؤلاء خلال أيام المسابقة في حفظ وتجويد القرآن الكريم، وسيمثل الفائزون منهم بلادنا في المسابقة الدولية الهادفة إلى تشجيع طلبة كتاب الله على حفظه ومدارسته. هذه المسابقة كيف تعرفوا عندها طابعها الخاص، عندها أهميتها الخاصة، والحمد لله بلادنا حققت فيها نجاحات متقدمة، وشاهد فيها إقبال خلال السنة الفترة الأخيرة، إقبال جيد، أحرزت أيضا مراكز متقدمة خلال السنوات الماضية في دبي وفي ماليزيا وفي كينيا. الحمد لله هي كيف تعرفوا تأتي امتداد للجهود المباركة التي يقوم بها فخامة الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني من دعم القرآن الكريم، أهل القرآن الكريم، ودعم العلوم الشرعية بشكل عام، كيف لاحظتوا في إنشاء مسابقة المتون المحضرية. هي أيضا مسابقة دولية، فهناك تكامل بينها هي ومسابقة المتون المحضرية، لكن هي عندها طابعها الخاص أنها مسابقة دولية تقام كل سنة. مدير التوجيه الإسلامي بيّن مستويات الطلبة الدراسية والإجراءات المتخذة من أجل ضبط وتنظيم المسابقة. هذه المسابقة هذا العام تميزت بأمور، أولها الإقبال الكبير عليها، فقد بلغ عدد المشاركات في فرع النساء الحفظ والتجويد قرابة 80 مشاركة. السنوات الماضية كانت حوالي 26 تقريبا أو 30. هذه المسابقة فيها مجموعة من الفروع. الفرع الأول هو حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد الخاص بالذكور، وبلغ عدد المشاركين فيه 280 مشارك. الفرع الثاني هو نفس الفرع يعني الأداء والتجويد، فرع النساء بلغ 79 مشاركة. الفرع هناك فرع حفظ القرآن الكريم كاملا هو الفرع الثالث مع حسن الأداء والتجويد والتفسير بإضافة التفسير، وبلغ عدد المشاركين فيه 35 مشارك. فرع القراءات وفرع المقامات وفرع صغار الحفاظ، هذه الفروع في هذه المسابقة المؤهلة للمسابقات الدولية للقرآن الكريم هذا العام. رئيس لجنة تحكيم المسابقة الشيخ شيخنا والسيد الحاج نوه بأهمية تنظيم المسابقة وضرورة تحفيز المشاركين فيها وتشجيعهم على الانشغال بكتاب الله امتثالا للحديث النبوي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعقوب الصوفي، الموريتانية. كما انطلقت صباح اليوم بمسجد ابن عباس في نواكشوط المسابقة القرآنية للقناة الثانية بالتلفزة الموريتانية، ويشارك في هذه المسابقة التي تشمل حفظ وتجويد القرآن الكريم حوالي 400 من حفاظ كتاب الله العزيز. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هنا من مسجد ابن عباس بمقاطعة الإقصر تطلق التلفزة الموريتانية المسابقة القرآنية للقناة الثانية، وذلك بمشاركة 400 متسابق من حملة كتاب الله. تم بحمد الله وتوفيقه انطلاق التصفيات الأولى من المسابقة القرآنية في حفظ وتجويد القرآن الكريم التي تنظمها القناة الثانية بالتلفزة الموريتانية، وقد تم تسجيل ما يربو على 400 متسابق، وتتولى لجان تحكيم متخصصة التحكيم في هذه المسابقة، وستجرى التصفيات النهائية طيلة شهر رمضان المبارك عبر القناة الثانية، وسيحصل الفائزون فيها على جوائز قيمة. وقد اتخذت الإدارة العامة للتلفزة الموريتانية جميع الإجراءات اللازمة لسير أعمال هذه المسابقة في ظروف جيدة وشفافية تامة. وللوقوف ميدانيا على سير انطلاقة هذه المسابقة، أدت المديرة العامة لقناة الموريتانية السنية بنت سيدي هيبة رفقة عدد من كبار موظفي القناة زيارة للجان التحكيم الثلاث المشرفة على المسابقة،
استمعت خلالها للشروح القائمين على المسابقة والتي تحدثوا فيها عما بذل من جهد لبث الطمأنينة بين الصفوف المتسابقين على شفافية المسابقة. وتهدف قناة الموريتانية من وراء هذه المسابقة إلى بث روح التنافس بين طلبة القرآن الكريم. المسابقة ما شاء الله كانت جيدة ولله الحمد، وملي الأساتذة ما شاء الله كان متميزين معنا في تبارك الله وتعالى الخالقين. المسابقة ما شاء الله كانت زينة وشفافة ما شاء الله، اللجنة ما شاء الله ستكون استقبال زين ولائق. وقد تحدثت لجنة التحكيم عن ظروف سير تقييم المتسابقين. قد حرصنا في هذه المسابقة على أن نعد طريقة التحكيم طريقة صحيحة بشكل يعطي كل ذي حق حقه ولا يكون فيه حيف، فمسافتنا من جميع المتسابقين واحدة، ونحن نستشعر قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وتنظم هذه المسابقة على مرحلتين، تبدأ الأخيرة منهما مع بداية شهر رمضان المبارك. قدم سعادة السيد محمد محمود والإبراهيم خليل إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر لوكسمبورغ السيد هنري أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لبلادنا لدى الدوقية الكبرى للوكسمبورغ مقيما في بروكسل. وخص الدوق الأكبر سعادة السفير بلقاء نقل خلاله تحيات صاحب الفخامة سيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية وتمنياته له بالصحة والسعادة ولشعب لوكسمبورغ بالتقدم والازدهار، كما أطلعه على الجهود التي تبذلها بلادنا في المجال التنموي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وخلال اللقاء طلب صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر للوكسمبورغ من سعادة السفير نقل تحياته إلى فخامة رئيس الجمهورية، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها موريتانيا من أجل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب ومسبباته في شبه المنطقة، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع موريتانيا في هذه المجالات. احتضنت مدينة نواكشوط صباح اليوم فعاليات مهرجان نواكشوط للشعر العربي في دورته التاسعة المنظم من قبل بيت الشعر، وستتواصل فعاليات هذه الدورة طيلة 3 أيام تتخللها ندوات فكرية وأدبية ونقاشات نقدية حول بعض الإشكالات الثقافية والأدبية. احتفاء بالشعر كأحد أهم أشكال التعبير الوجداني ومظاهر الهوية اللغوية والثقافية، وتكريما للأسماء الكبيرة التي تركت أثرا في مسار الشعر العربي، تنطلق فعاليات مهرجان نواكشوط للشعر العربي في دورته التاسعة المنظم من قبل بيت الشعر بإشراف من وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان. الحديث عن الشعر في حضرة عشاقه حديث طويل وطويل، لذا سأحاول أن ألوي عنان الكلمات قليلاً لأجدد الترحيب بضيوفنا الكرام، وأشيد بهذه الآصرة المعرفية النبيلة التي تعهدها ورعاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي ماسة في تاج العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، تلك العلاقات التي يحرص كل من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وشقيق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تطويرها وتقوية عراها خدمة للشعبين الشقيقين وبراً بالآباء المؤسسين. تعتبر وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان أن بيت الشعر في موريتانيا هيئة ثقافية رائدة وشريك ثقافي موثوق لما يقدمه للساحة الشعرية الوطنية من عطاءات تساهم في تنشيطها وحيويتها. المهرجان يأتي لتعزيز واستعادة حضور الشعر والحفاظ على مكانته في وجدان القارئ العربي. يلتئم جمعنا اليوم في سياق التأكيد على أن استمرارية هذا المشروع رهن دائم بمساهمات المبدعين من الشعراء والأدباء والفنانين والمثقفين والمفكرين والإعلاميين الذين هم رافعة هذه الجهود وغاية تلك المساعي التي تتجدد صناعة لمشهد ثقافي وإبداعي يليق بتاريخ بلادنا التي ساهمت على مدى تاريخها
في رفض الثقافة العربية الإسلامية في شتى مجالاتها، مشكلة بذلك نقطة التقاء وتواصل بين الأزمة الحضارية والسياقات الثقافية والمكانية. ويعد المهرجان أحد أهم أوجه التعاون الثقافي بين بلادنا والشارقة، والتي أسهمت في خلق حراك أدبي وثقافي في العاصمة نواكشوط. تسع دورات من الاحتفاء والاحتفال بالشعر وبالكلمة المؤثرة وبالخيال والمجاز، تسع دورات من احتضان الشعراء المبدعين وتمهيد المنصات لهم لينثروا الجمال ويعطروا به قلوب جمهور عريق في حبه للشعر يستلهم من صحرائه إبداعه. إنه لقاء أدبي أخوي يعزز العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية. جلسة الافتتاح شملت أيضاً عرض فيلم وثائقي حول النشاطات الثقافية والأدبية التي تم تنظيمها من قبل بيت الشعر خلال هذه السنة، كما تم خلال افتتاح نسخة المهرجان الجديدة تكريم ثلاث شخصيات شعرية إبداعية من أجيال مختلفة خدمت القصيدة الموريتانية واللغة العربية. اختتمت مساء أمس بميدان سباقات الإبل غرب العاصمة منافسات الدورة الثانية من كأس رئيس الجمهورية لسباق الإبل المنظمة من قبل الاتحادية الوطنية لسباق الإبل، وقد شهدت هذه الدورة من الكأس مشاركة واسعة من قبل المهتمين بهذه الرياضة التراثية الأصيلة. ميدان سباقات الإبل الواقع بمحاذاة الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو يشهد تنظيمها الدورة الثانية من كأس رئيس الجمهورية لسباق الإبل. الكأس في نسختها الثانية عرضت مشاركتها 25 جمالا تنافست خلالها 3 أيام قبل أن يتمكن 12 جمالا منها من الوصول إلى المراحل النهائية لهذه الكأس لتتنافس بالشوط النهائي لكأس رئيس الجمهورية بالمضمار الدولي لهذه الرياضة التراثية الأصيلة والممتد على مسافة 5 كيلومترات. إن الدولة الموريتانية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول وحكومته حريصة كل الحرص على ترسيخ قيمنا الأصيلة وموروثنا الاجتماعي والثقافي التديد، ولا شك بأن هذا السباق يتأتى في ما يتأتى من ضمن اهتمامات وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان التي تنهض بهذا القطاع محاولة أن تقدم كل ما من شأنه أن يخدم هذه الدولة والمجتمع. رئيسة الاتحادية الوطنية لسباق الإبل سمية سيدي المختار رفقة الرئيس الشرفي للاتحادية ذمن العناية والرعاية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني للرياضات والألعاب التراثية بشكل عام ولرياضة سباق الإبل على وجه الخصوص، معتبرين أن انتظام هذه الكأس هو خير دليل على تلك العناية والرعاية. شاكرين فخامة رئيس الجمهورية على رعايته لهذا هذه النسخة الثانية من كأس رئيس الجمهورية. نعتبر لأن هذا أنها رياضة تعتبر كيف الرماية التقليدية من الرياضات اللي تقليدية وتعتبر جزء من تراثنا، ويا ريتنا لا نعود متمسكين بها ولا نخلوها تندثر. طبعا لولا أعلن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ساعدتنا بها على المضمار ولن يعود هناك بنى تحتية تنقام فيها الرياضة ما يعود قد نقوم بها بالطريقة التي. فعالية كأس رئيس الجمهورية لسباق الإبل تضمنت تنظيم بطولة مفتوحة بفضاء ميدان سباقات الإبل في مجال رياضة الرماية التقليدية، وذلك بمشاركة عدد من الفرق والرماة الممثلين لبعض ولايات الوطن. الحفل الختامي لكأس رئيس الجمهورية لسباق الإبل تميز بتسليم كأس النسخة الثانية لصاحب المركز الأول لحبيب المليح الذي كانت جائزته عبارة عن كأس وسيارة حديثة، فيما سلمت جائزة المركز الثاني للجمال مولاي إسماعيل المحمد وجائزة المركز الثالث للجمال حسني المحمد، لتترى بعد ذلك الجوائز المسلمة لبقية أصحاب المراكز 10 الأولى في السباق.
أما على مستوى جوائز الرماية التقليدية فقد توج فريق الأصابة بجائزة المركز الأول برصيد 16 إصابة، تلاه فريق أدرار في المركز الثاني، ثم فريق الحوض الغربي في المركز الثالث، ونال رامي ولاية البراكنة حسن جائزة أحسن رام بعد أن حصد 5 إصابات بهذه المسابقة. نظمت مبادرة خيرون المنضوية تحت حزب الإنصاف تظاهرة سياسية بدار الشباب القديمة في نواكشوط لدعم ترشح رئيس الجمهورية سيد محمد بن الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية. وقد لخص المنسق العام للمبادرة مادي والطالب الإنجازات التي تحققت خلال المأمورية الحالية، مجددا مطالبته باسم أعضاء المبادرة رئيس الجمهورية بالترشح لضمان استمرار مشاريع النماء في البلاد وتكريس اللحمة الوطنية. من جانبه شكر عضو المبادرة سالك العمار كل الحضور على تلبية الدعوة على التي تجسد وقوفهم مع خيارات حزب الإنصاف. وبهذه المناسبة أكد النائب الأول لرئيس حزب الإنصاف أن هذا الحراك نتاج طبيعي لحجم الإنجازات التي تحققت خلال المأمورية الحالية. يتنزل حراككم هذا في حراك عام أطلقه حزب الإنصاف تحت شعار مأمورية ثانية ويتواصل البناء، و تقدمنا بهذا الشعار وبالمطالبة بترشح فخامة الرئيس لمأمورية ثانية، ودعونا لها أحزاب الأغلبية واعتمدتها وطالبت بها، ومنطلقنا أن هذه المأمورية الماضية تميزت بأنها أتت بشيء جديد، أتت أولاً بالأمن والأمان الداخلي والخارجي، وأتت بهدنة سياسية وتهدئة سياسية توافق عليها الطيف السياسي أكمله، وإطلاق حوارات وتشاورات حول الشأن العام. عقدت اللجنة المشرفة على تنظيم مهرجان التدينيت مساء أمس بقصر المؤتمرات في نواكشوط نقطة صحفية سلطت خلالها الضوء على تنظيم النسخة الثانية من المهرجان. وقد بيّن المتدخلون خلال النقطة الصحفية أن النسخة الثانية ستنظم يومي 24 و25 من الشهر الجاري. وقد استعرض أعضاء اللجنة مجمل الإجراءات المتخذة من أجل إنجاح الدورة المقبلة من المهرجان، والتي من بينها توسيع لجنة الإشراف وتنويع المحاور والعروض والسهرات. وأبرز المتدخلون جملة الأهداف التي يسعى إليها المهرجان، والتي من بينها حماية التراث والتقاليد الموريتانية والحفاظ على الهوية وإحياء القيم ونفض الغبار عن ثقافة التدينيت. وقد نوه رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم مهرجان التدينيت بدور هذا المهرجان في التعريف بالثقافة الموسيقية الوطنية. لا يخفى عليكم النجاح الباهر الذي حققه مهرجان التدينيت في نسخته الأولى العام الماضي وما خلفه من اهتمام متزايد بآلة التدينيت ومكوناتها المحورية، سواء تعلق الأمر بدورها التاريخي أو الإعلامي أو الطربي والترفيهي أو كونها حاضنة للقيم والأمجاد على مر العصور. لقد تميز تحضير هذه النسخة من مهرجان التدينيت بتوسيع اللجان وتنويع المحاور والعروض والسهرات، مما سينعكس إيجابا على مضمون ومحتوى المهرجان بصفة عامة. أيها الحضور الكريم، ما كان لمهرجان التدينيت أن يحقق هذا النجاح لولا العناية الفائقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني للشأن الثقافي، وتنفذها وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات
مع البرلمان. نظمت جمعية محب الوطن أمس في نواكشوط احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيسها، تضمنت تكريم شركائها في العمل الخيري والإنساني وفي المجال التنموي. وقد ضمن المدير العام للشباب بوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد والشويبين دور هذه الجمعية في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بالعمل الشبابي. بدوره أكد محمد إبراهيم بيّن أن هذا الحفل يأتي للاحتفاء وتكريم الشخصيات والجمعيات الخيرية والشركاء المحليين والدوليين على دعمهم لأنشطة الجمعية التنموية والخيرية. وأشادت المداخلات بعمل جمعية محب الوطن وبدورها الريادي في نشر ثقافة التطوع والعمل الخيري والتنموي. مشاهدنا الكرام، الآن نفتح نافذتنا اليومية على جديد الأخبار الدولية التي سنبدأها بعد الفاصل، لكن قبل ذلك نودع سلمو الحميد الذي رافقني في تقديم الجزء الأول من هذه النشرة بلغة الإشارة. مرحبا بكم من جديد. أعلنت كتائب القسام اليوم مقتل 10 جنود إسرائيليين، كما أعلنت سرايا القدس أنها تمكنت من قتل وجرح أفراد قوة إسرائيلية تم الإيقاع بها في كمين بقطاع غزة. يأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في عدد من المناطق بالقطاع. استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات معظمهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي عنيف على منازل ومساجد في رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق تركز في المناطق الشمالية لمدينة رفح وفي محيط مسجد الرحمة بمخيم الشابورة في رفح. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة من الهجمات على أهداف نوعية في منطقة الشابورة جنوبي غزة، مضيفا أن الهجمات قد انتهت. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد شهداء مجزرة رفح مرشح للارتفاع لوجود مفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفت على ساكنها. وأضاف أن عملية نقل الشهداء والمصابين تتم بطريقة بدائية بسبب عدم وجود عدد كاف من مركبات الإسعاف لعمليات إنقاذ الجرحى بعد الليلة الدامية في رفح. في نفس السياق، قالت حركة حماس إن هجوم جيش الاحتلال النازي على مدينة رفح وارتكابه المجازر المروعة ضد المدنيين العزل والنازحين من الأطفال والنساء وكبار السن والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد حتى الآن يعد استمرارا في حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني. وأضافت الحركة أن هجوم الإسرائيلي على رفح يؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي قررت تدابير عاجلة لوقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة. من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها نصبوا فجر اليوم الاثنين كمينا محكما لقوة إسرائيلية في منطقة معن جنوب شرق خان يونس. وأضافت أنه فور وصول القوة لموضع الكمين باغتها مقاتلون بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات والعبوات الناسفة موقعين أفراد القوة بين قتيل وجريح. أصيب شخص واحد على الأقل جراء هجوم بطائرات مسيرة شنته روسيا على مناطق جنوب أوكرانيا. وقد ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمتها الجوية دمرت 40 من بين 45 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت فوق كييف عند اقترابها من المدينة.
ووفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات أو دمار في العاصمة أو بالقرب منها. وكثفت روسيا وأوكرانيا الهجمات الجوية بعيدا عن خط الجبهة في الأشهر القليلة الماضية، إذ استهدفت كل منهما بنية تحتية حيوية للطاقة والجيش والنقل في الدورة الأخرى. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه النشرة الإخبارية، نعود لنذكر بعناوينها. رئيس الجمهورية تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجزائري، والرئيسان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك. انطلاق المسابقة المؤهلة للمسابقة الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وتلفزة الموريتانية تطلق مسابقتها القرآنية. نواكشوط تحتضن فعالية الدورة التاسعة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي. بعد قليل مشاهدينا الكرام تلتقون أحمد والحسن في نشرة الولايات، فلا تذهبوا بعيدا، إلى اللقاء.